بين والدي وعمي خصومة من أجل دنيا، فهل يجوز لي صلة عمي ولو كان ذلك لا يرضي والدي؟ نعم، كان بين عمك وأبيك خصومة من أجل دنيا بينهما، فلا مانع من النصيحة لهما جميعا بحل الخصومة، بل يفرع لك ذلك، بل يجب عليه إذا استطعت أن تحل هذا المشكل وأن توسط بينهما بالخير، لأنه صلة الرحم. وانظر لوالدك ونصلة عمك، فالواجب عليك وعلى إخوتك أن تحل المشكل بما تستطيعون من النصيحة والمعاونة حتى يزول هذا الإشكال وحتى تصلح القلوب وتصلح القلوب. وإذا لم يتيسر ذلك أو عجزتما عن ذلك، فلا مانع من صلة عمك بالطريقة الطيبة البعيدة عن إغراب أبيه، طريقة بعيدة عن إغراب أبيه، طريقة خفية تحسن بها لعمك وتنصح بها لعمك، ولكنها خفية عن أبيه حتى لا يتضايق منك وحتى لا تسيء إليه، ولكنها طريقة تجمع المصلحتين، بقى حال أبيك معك وصلة رحم عمك فيما ينفعه إذا كان محتاجا فقيرا بمال أو بغير هذا من أنواع الصلة التي تنفعه وتعينه على طاعة الله وعلى حل المشكل، ولكن بالطريقة التي لا تسيء بها إلى أبيك ولا يطلع عليها أبوك حتى لا يزداد يعني سوء الحال بينك وبين أبيك.